في إطار التحضير للموسم المقبل، فاز النصر السعودي على دينامو زاغرب الكرواتي بهدفين مقابل لا شيء. أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية عن قائمة منتخب كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو القادمة بالبرازيل. شهدت بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم فوز ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي على سلتيك الإسكتلندي بفارق الركلات الترجيحية أثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.